إذن سيداتي يا نساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الثاني من هذه الأمسية للخيل المهدنة الأصيلة المبتدئة، الدرجة السادسة مسافة الميلة مسافة 1600 متر، الفايز بريميوم وجرز شوال الغاري، ديمون رينيون ضمير فرونتمان وهاس ديلين، لا حصار مجدي كيدو لوفر ريكس بليس وفيدني غزن وبريكر، انطلاقا مع الجواد رقم 4 عفوا الجواد رقم 8 فرونتمان لعبد الهادي منع الشهواني على صدرت هذا الشوط وعلى المركز الأول، أيضا محاولة من قبل الجواد رقم 10 لا حصار للسادس ربان ريسينج وحمد الجهني في التدريب، صالح سالم المرعي على ثاني المراكز، محاولة إدواردو بيدروزا مع الجواد رقم 5 الجواد الغالي للشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وإدواردو بيدروزا إبراهيم المالكي على ثالث المراكز، وأيضا محاولة من قبل الجواد رقم 8 الجواد رقم 1 عفوا الفايز للسادة مربط بوفاس وبيير كومبرتينو على خامس المراكز، أيضا محاولة الجواد رقم 11 ميدي لسادام قرن الباند ميول سفيان سعدي على سادس المراكز، عودة إلى صدر هذا الشوط وعودة إلى المركز الأول مع الجواد رقم 10 لا حصار السادة الربان ريسينج حمد الجهني صالح سالم المري، ومحاولة تقدم من قبل الجواد رقم 5 الغازي للسيد الشيخ فيصل بن حمد الثاني دوارد بيدروزا على ثاني مراكز، الخط المستقيم باتجاه خط النهاية صدر مع الجواد رقم 5 الغازي للشيخ فيصل بن حمد الثاني دوارد بيدروزا على المركز وعلى صداره، ومحاولة رقم 10 الجواد لا حصار فعلا حمد الجهني والسدر ربان ريسينج فعلا الجواد رقم 10 لا حصار، لكن تقدم الجواد رقم 5 الجواد الغازي للشيخ فيصل بن حمد الثاني، اذا منافسة قوية محاولة الجريانة لكن الصدارة مع الجواد رقم 5 فعلا الغازي للشيخ فيصل بن حمد الثاني الى المركز.